بسم الله الرحمن الرحيم. فبمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ مع كتابنا الذي ندرسه وهو روضة المتنزه، وهذا الكتاب هو شرح لبداية المتفقه، كتاب الطهارة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، استكملوا ما قد بدأته معكم في اللقاء السابق عن المسح على الخفين. وقلت في اللقاء السابق إن المسح على الخفين ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع أهل السنة والجماعة. وخالف في مسألة المسح على الخفين الشيعة الروافض والخوارج كذلك. وبينت لكم في اللقاء السابق شروط المسح على الخفين. نشوف بقى الدرس اليوم. قوله انتهاء المدة. عن علي بن أبي طالب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، فلا يجوز الزيادة عليهما بمفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة الحديث يعني. قوله خلع الممسوح عليه. فإذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم خلعه ثم لبسه مرة أخرى لا يجوز له المسح، وإن كان ما زال على طهارة، لأنها طهارة مسح وليست غسلا. فائدة. قال شيخ الإسلام: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة. نوضح الحتة دي. لبس الخفين بعد وضوء ومسح، وبعد ما مسح خلع الخفين وهو طاهر لم يحدث، يعني الوقت بعد ما مسح يعني توضأ ومسح وكان لبس الخفين، نزع الخفين. في هناك قولان لأهل العلم. قال: ما دام نزعهما لا يجوز أن يلبسهما مرة أخرى، امسح عليهما، لكن وضوء لم ينتقض،
نوضح المسألة أكثر. الآن توضأ للمغرب ولبس الخفين وانتقض وضوءه في العشاء فتوضأ ومسح على الخفين وخلع الخفين بعد ما مسح عليهما، هل هو دلوقتي متوضأ أو مش متوضأ؟ متوضأ على طهارة. لكن هل يجوز له أن يلبس الخفين مرة أخرى بعد نزعهما؟ خلي بالك بقى، قولان لأهل العلم. منهم من قال ما دام طاهرا ولم ينتقض وضوءه يجوز له أن يخلع الخف ويلبسه مرة أخرى ويمسح عليه، ده رأي لأنه طاهر أصلا. ومنهم من قال ما دام خلع الممسوح يعني مسحه وخلعه فلا يجوز له أن يمسح عليه أن يلبسه مرة أخرى إلا بعد وضوء. واضح المسألة؟ يعني وضوء جديد لا يجوز له أن يلبسه، لكن هو على وضوء يعني خلعه للخفين لم ينقض وضوءه فهو طاهر ويصلي بهذا الوضوء الذي توضأ به مرتين ثلاثة. لكن لو لبس الخف وأحدث لا يجوز له أن يمسح على الخفين لأنه لم يلبسهما بعد طهارة غسلية، ما توضاش. احنا قلنا هو توضى ولبس الخفين. لا لا مش كده، هو توضى للمغرب لبس الخفين انتقض وضوءه في العشاء توضى للعشاء مسح على الخفين، لحد كده احنا سلام كده تمام. بعد ما مسح وهو متوضى هو كل حاجة ومسح الخفين خلع الخفين، المسألة بقى المختلف فيها هل يجوز له ان يلبسهم تاني ويمسح عليهم تاني لو انتقض وضوءه؟ بعض العلماء قالوا يجوز، بعض العلماء قال لك لا، ده هو الاصل في المسألة انه لبس الخفين ليمسح عليهما، فبما انه نزعهما لا يجوز له ان يلبسهما ولا يجوز له ان يمسح عليهما الا اذا لبسهما بعد وضوء. واضح المسألة؟ فريق اخر قال لك لا، ما دام والله خلعهم وهو على طهارة وما زال على الطهارة يجوز له ان يلبسهما، ولكن الرأي الارجح في المسألة انه ما دام قد نزع الممسوح بعد طهارة يعني هو التطهر ولبس وبعدين انتقض وضوءه وبعدين توضأ ومسح الخفين ثم نزع الخفين، نقول له لا يجوز لك إن لبستهما أن تمسح عليهما إلا إذا توضأت ثم لبستهما على وضوء. هكذا المسألة. قال خلع الممسوح، فإذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم خلعه ثم لبسه مرة أخرى لا يجوز له المسح وإن كان ما زال على طهارة لأنها طهارة مسح وليست غسلا. يبقى نخلص من الحته دي، ان الشرط متحقق في المسح الخفين ان تكون لبستهم على طهارة ايه؟ غسل، مش طهارة مسح. يبقى هو قال لك لما توضأ بعد ما لبس الخفين على طهارة بعد الوضوء وانتقض وضوءه وتوضأ ومسح على الخفين، الطهارة دي طهارة ايه؟ طهارة مسح، صح؟ فلما يخلع الخفين نقول له لا، ما ينفعش تلبسهم وتمسح عليهم إلا إذا توضأت، لأن من شروط المسح أن يكون قد لبس الخفين على إيه؟ على طهارة غسل، طهارة وضوء. واضح المسألة؟ حتى إن بعض العلماء يقولون لا يجوز لبس الخفين على طهارة تيمم، وده رأي راجح، يعني افرض ما فيش ماء وتيمم ولبس الخفين ثم بعد ذلك جاء الماء هل يجوز له أن يتوضأ ويمسح على الخفين؟ يقولون لا، لأن لازم يلبس الخفين على بعد طهارة غسل القدمين. واضحة؟ طيب. يقول قال الشيخ عبد العظيم بدوي عليه رحمة الله تبارك حفظه الله، وله كتاب جميل جدا اسمه الوجيز في فقه السنة، ولكنه يعني كتاب مضغوط ضغط شديد بحيث أنه ممكن يعني لا تستطيع أن تفهمه إلا بشرح العلماء، يعني أشبه ما يكون بمتن ليس بشرح مبسط، ولكنه يأتي بالمسألة ودليلها، يأتي بالمسألة ودليلها من الكتاب والسنة، ولكن مضغوط يعني موجز جدا، وحتى من اسمه الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. قال انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده، فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه
ثم يلبس، لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوئه، يصلي به ما شاء حتى يحدث. ده اللي احنا قلناه، قلنا ايه؟ توضأ للمغرب وبعدين لبس الخفين، انتقض وضوءه، فتوضأ للعشاء، مسح على ايه؟ على الخفين، خلع الخفين، هو لا يزال ايه؟ بوضوءه. هل يجوز له أن يصلي الفجر لو كان قاعد سهران للفجر؟ يجوز له أن يصلي الفجر، لكن ليس له أن يلبس الخفين مرة أخرى ويمسح عليهما، إنما لو لبسهما هما هو على طهارته وعلى وضوءه، ما انتقضش وضوءه، لكن لو انتقض الوضوء لا يجوز له أن يمسح عليهما لأنه لم يلبسهما بعد غسل القدمين. واضح المسألة؟ قوله: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالهن. عن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. جاء بعد ذلك بفوائد الباب، ودي الفوائد بيأتي بها لبعض الأشياء التي يعني لم يذكرها الشيخ وحيد في المتن، هو بداية المتفقه، فبيجيب حاجات إضافية لابد منها في هذا الكتاب. قال: اختلف العلماء في أيهما أفضل، الغسل أم المسح؟ احنا ذكرناه في بداية الدرس. المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: الغسل أفضل، وهذا قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري. الدليل قالوا: لأن المفترض في كتاب الله تعالى هو الغسل، والمسح رخصة، فالغاسل رجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له. واضح المسألة؟ يقول لك الأصل هو الغسل، يبقى اللي بيغسل هو اللي بيفعل الأصل وبيفعل الذي افترضه الله عليه، لكن مسألة المسح رخصة، فاللي بيمسح بيأدي المسح على الخفين، يعني بيأدي ما أبيح له، أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الخفين لو لبسهما طاهرين. القول يبقى القول الأول بيقول الغسل أفضل، القول الثاني يقول المسح أفضل، وهذا قول الشعبي والحكم وأحمد ابن حنبل يعني وإسحاق وابن أبي ليلى وأبي حنيفة، هذا رأيهم. دليلهم قالوا ماذا؟ قالوا: المسح على الخفين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيهما أو طعن فيها في هذه السنة يعني أهل البدع، الشيعة الروافض والخوارج، فكان إحياء، يعني المسح كان إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطعون فيها وهو أفضل. وجاءوا بدليل أيضا، كان صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني على سفر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، الحدث أكبر يعني، ولكن من غائط وبول ونوم نمسح في هذه الثلاثة أشياء. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. فهم بيقولوا هنا المسح أفضل، لأن النبي بيقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما سنأتي في مسألة إن شاء الله. لو أن المسافر كان مسافرا، أيهما أفضل، أن يقصر الصلاة الرباعية، صلى ركعتين، ولا يتم؟ مسألة فيها خلاف، ولكن الأفضل فيها والراجح فيها أن يقصر الصلاة، لأن من الرخص التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا برضو، المسافر الأولى أن يصوم أو أن يفطر كما تكلمنا في مسألة الصيام. قال العلماء: لو وجد أي مشقة فوجب عليه الصوم، فوجب عليه الإفطار، لو كان لا يجد مشقة يجوز له أن يصوم، يجوز له أن يفطر، خلافا لمن قالوا ليس له أن يصوم في الإفطار حتى إذا لم يجد مشقة، ليس له أن يصوم في الإفطار حتى لو وجد قوة على الصيام. وقالوا حديث: ليس من البر الصوم أو الصيام في السفر. القول الثالث، طب نخلص القول الثالث. قالوا الأفضل، يبقى احنا القول الأول قالوا ايه؟ غسل القدمين أفضل. القول الثاني قال ايه؟ المسح على الخفين أفضل. القول الثالث قال: الأفضل ألا يتكلف المتوضئ ضد حاله،
يعني حاله اللي أخذ عليه أنه لابس شراب، ما يتكلفش أنه يخلع الشراب عشان إيه يغسل مدام عنده الشروط المسح. حاله أصلا أنه هو ما بيلبس شراب، ما يتكلفش ويلبس شراب عشان يبقى يمسح عليه. فهمت إزاي عدم التكلف؟ قال الأفضل أن لا يتكلف المتوضئ ضد حاله، يعني ضد طبيعته، وهو رواية عن أحمد ومال إليه ابن المنذر صاحب الإجماع، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الدليل قالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف فيلبس الخف ليمسح عليه، يعني ما كانش يلبس مخصوص الخف عشان إيه يستخدم رخصة إيه المس، لكن لو كان قد لبس من طبيعته الخف بعد وضوء كان بيمسح، لكن ما يقولش مثلا ألبس الخف عشان أمسح عليه، زي واحد يجي في يعني من طبيعته مثلا بيلبس شبشب حتى في الشتاء، ما يقولش لا الدنيا برد وانا اريح دماغي وبقلبس شراب تخين عشان ابقى امسح عليه، ده تكلف. انت من طبيعتك اصلا بتغسل رجليك وما بتلبسش شراب، يبقى لا تتكلف لبس الشراب عشان تمسح عليه. انما لو كان من طبيعتك انك بتلبس شراب وحذاء طبيعي، يبقى ما تجيش ساعه الوضوء وانت اصلا لبست الشراب ورجليك طاهرتين وبعد وضوء ما تجيش ايه تروح قالعهم عشان تتوضا، الا اذا كان بقى مثلا فيه بيبقى فيه مفسده ساعات من بعض الارجل بيبقى فيها ريحه كريهه، نقول له لا ده انت الافضل انك تتوضا وتريحنا كل وضوء، كل وضوء لازم تتوضا وتخلي وركل لنا شرابك كمان عند دوره الميه وربنا يحفظه لك ان شاء الله. يبقى دي مساله نخلي بالنا منها. قالوا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف فيلبس الخف ليمسح عليه ولا أن يخلعه ليغسل رجليه، بل كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فإذا كان لابسا للخف مسح عليه وإلا غسل رجليه، يعني كان يعني غير لابس للخف غسل رجليه، وإن كان لابس الخف مسح عليه صلى الله عليه وسلم. الترجيح الراجح والله أعلم القول الثالث. طيب تبدأ المدة من أول مسحة كما قلنا على الرجح من أقوال أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور بن المنذر والنووي واختاره الشيخ وحيد. يبقى المسح يبدأ المدة حساب المدة من أول مسحة على الخفين بعد ما لبسه بعد وضوء بعد طهارة، حتى لو كانت هذه المسحة بعد 5 ساعات أو 6 ساعات. نفترض أنه لبس الخف بعد أو الخفين بعد وضوئه من صلاة الصبح وما شاء الله يعني محافظ على وضوئه ولم ينتقض وضوئه إلا عند الظهر، يبقى هنا بيتوضأ ويمسح للظهر، نحسب له المدة ابتداء من الظهر، نحسب له 24 ساعة. واضحة المسألة؟ طيب يجوز المسح على الجبيرة، يجوز المسح على الجبيرة في قول الأئمة الأربعة رحمهم الله. عن ابن عمر قال من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب، يبقى في بعض جرح ومربوط كويس عليه وده بيحفظ الجرح، يبقى لما يجي يتوضأ يمسح ما يغسل ما حول الجبيرة ويمسح على الجبيرة. وقياسا على المسح على الخفين، الفرق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة، الجبيرة لا تختص بعضو زي ما قلنا، لكن الخف يختص بإيه؟ بالقدم. يمسح عليها في الحدثين، الجبيرة يمسح عليها في الحدثين، يعني في الحدث الأصغر والحدث الأكبر يمسح عليه. أما الخفان فيمسح عليهما في الحدث الأصغر فقط، لكن في الحدث الأكبر بعد جماع أو احتلام ينزع الخفين ويغسل جسمه كله من الحدث الأكبر. ليس لها مدة مؤقتة، الجبيرة ممكن يقعد يمسح شهر، لكن الخفين لهما مدة، يوم للمقيم بليلة أو 3 أيام بليلهن للمسافر. لا يشترط له الطهارة، يعني ما اشترطش انه لو حصل له الجرح نقول له توضى الاول قبل ما تحط ايه الجبيرة، لا ده هو بيربط الجبيرة او العصبة او العصابة على الجرح في اي وقت على غير وضوء، يشترط له الطهارة المسح على الخفين. تمسح جميعها، الجبيرة لما يجي مثلا هو معصوب هنا في العضد مثلا
أو في الزند، فلما بيجي يمسح بيمسح عليها كلها، لكن الخوف بيمسح عليها على الظهر من فوق، ما يمسحش من تحت. ده الفرق بين الاثنين. نأتي إلى الباب السابع، باب نواقض الوضوء. إيه اللي ينقض الوضوء؟ هنشوف كده. أن في بعض الناس تتشكك دايما، يقعد مثلا لو مثلا قاعد تمام كده وغفل تغفيلة كده، هل نقول له قوم اتوضأ ولا هو جالس جلس المتمكن وممكن يكمل ما دام لم يعني يستشعر بخروج شيء من السبيلين؟ قال الضابط له ضابطان. الضابط الأول نواقض الوضوء ستة: الخارج من السبيلين، يعني من الذكر أو من الإست، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق. يبقى زوال العقل ممكن في نوع من المخدر، نوع بنج وكان متوضئا استغرق في النوم، يبقى أو بإغماء، واحد أغمى عليه وظل فترة مش هيدري ماذا أحدث، يبقى ده من نواقض الوضوء. يبقى زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق. مس الفرج بباطن الكف، لو واحد مثلا بعد ما اغتسل مسك فرجه وهو في الحمام اتنقض وضوء، لكن غسله سليم، يعني هو الغسل أصلا يشمل الوضوء، مش محتاج انك توضأ تاني. يعني انت اغتسلت من الجنابة، الغسل ده شال ايه؟ الحدث الأكبر، يبقى من باب أولى اللي شال حدث ايه؟ الأصغر. بعد ما اغتسل مسك فرجه وهو بيتنشف مثلا، نقول له توضأ بقى، ما دام مسكته من بطن الكف يبقى ايه؟ تتوضأ من جديد. أكل لحم الإبل، جمال بالذات، وهنجيب الدليل بتاعها. التقاء الختانين، رجل وامرأة حتى لو لم ينزل، الردة عن الإسلام. طبعا الحاجات دي يعني يجب فيها الغسل، فما يجب فيه الغسل يبقى يجب فيه من باب أولى إيه؟ الوضوء، لأن يعني الغسل أكبر. الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاث أشياء: الصلاة، لا يجوز له الصلاة، الطواف لأن الطواف صلاة، ومس المصحف. ودي مسألة فيها خلاف بين العلماء سنذكرها. يبقى ما تنفعش الصلاة بإيه؟ بغير وضوء ولا تنفع؟ ما رجل أحمق زي ما قلت لكم قبل كده راح لفقيه قال لي يا مولانا ينفع أطلع ريح وصلي؟ قال له ما ينفعش، قال له عملتها ونفعت، أخذ بالك. وكان لنا صديق حميم في سنة تقريبا 86-87 في أبو زعبة، فأنا ذكرت هذا القول فلقيته ما بيضحكش، فاستغربت، المجموعة كلها ضحكت، فبقول له يا يحيى أنت ما ضحكتش ليه؟ قال لي أصل الموضوع ده حصل مع أبويا. قلت له حصل مع أبوك إزاي؟ فقال لي أنا شايفه بعيني دخل الحمام وتبول واستنجى وطلع وراح حاطط السجادة وصلى. قلت له يا بايا انت ما توضيتش وشايفك انك ايه عملت زي الناس، زي الناس دي لهجة صعيدية، عملت زي الناس يعني تبولت. فقال لي يا ولدي ده شوية ماء صغيرين، يعني شوف الطبيعة والفطرة عند بعض الناس، يعني قال لي شوية ماء صغيرين كأنه يعني ما يتوضاش الا ما ينزل التقيلة، يعني نسأل الله العافية. فالشاهد من كل ذلك يبقى لا يجوز الصلاة بغير وضوء، لا يجوز الطواف بغير وضوء، مس المصحف بغير وضوء فيه نظر بقى، فيه ايه مسألة هنحققها الآن إن شاء الله. نيجي للشرح. يقول قوله نواقض الوضوء: جملة ذلك أن الإنسان إذا توضأ لا يفسد وضوءه أو هذا الوضوء ولا ينتقض إلا بواحدة من ستة أشياء. أي واحدة من دول تنقض الوضوء؟ الأول الخارج من السبيلين، فينقض الوضوء كل خارج من السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى حدث خروج شيء من السبيلين. فقال رجل من حضرموت من اليمن يعني: ما الحدث يا أبا هريرة؟
إيه الحدث ده اللي بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فساء وضراط، فسية وضرطة، واضحة؟ سنقول زرطة زي ما معروفة، يبقى هي بالضاد. قال فساء، لغة عربية فصيحة، قال فساء أو ضراط، يعني خروج ريح من غير صوت أو إيه بصوت. يبقى الضرطة بتخرج بإيه؟ بصوت. الريح بتخرج بدون صوت، واضح؟ عن صفوان ابن عسال، وفيه حديثه ولكن من غائط وبول ونوم. يبقى الغائط والبول والنوم يفسدان إيه؟ الوضوء، أو ينقضان الوضوء وينقضان المسح على الخفين. لا، يمسح بهم بهذه على الخفين، واضح؟ يمسح بهم على الخفين، لكن الجنابة هي التي تنقض المسح على الخفين، ولا يجوز المسح على الخفين من الجنابة. وعن علي كنت رجلا، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت، شوف الخجل من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أنا جوز بنته. المذي والودي والمني، ما الفرق بين الثلاثة؟ المذي سائل رقيق يخرج من ذكر الرجل البالغ لو فكر في شهوة، ولا ينقض، يعني هذا ينقض الوضوء، ولا ينقض، يعني لا يلزمه اغتسال، إنما لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء، ويحتاج بس لاستنجاء منه، ولو كان حتى في الثوب، يعني في السروال ممكن، لو كان ناشف يقرضه، لو كان لين بشوية مية صغيرين كده يغسله. يعني ده المذي. الودي سائل ثخين يخرج مع البراز، يعني لو اللي عنده امساك لو بيحزق جامد يطلع بعد البول حاجة بيضة، سائل أبيض شبيه بالمني لكن يخرج من غير شهوة، أو واحد بيشيل حاجة تقيلة ممكن يخرج منه زي المني. المني يخرج متدفقا مع الشهوة لو بيكون في الجماع أو في الاحتلام. طبعا المذي والودي لا يلزمان أو لا يوجبان الغسل، لكن المني يوجب الغسل. فسيدنا علي رضي الله عنه كان مذاء وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه يعني زوج ابنته، فجعل المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني رضي الله عنها، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال يتوضأ ويغسل ذكره، يعني يستنجى، وهنا مش ترتيب، يعني ما ينفعش يتوضأ بعدين يغسل ذكره، يعني على أساس مشاركة، يعني الواو هنا تفيد المشاركة، يعني يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال ابن المنذر وهو يحكي الإجماع، أجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل، ما دام وجد إلى الطهارة السبيل فلا تجزئ الصلاة بغير هذه الطهارة. وقال وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه بأي وجه زال العقل، يعني بإغماء أو ببنج أو بمخدر، حتى قال العلماء أو بمسكر، يلزم أحداث ينقض هذه، يعني أحداث تنقض أو ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، هذا إجماع. قال ابن قدامة وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا. قوله زوال العقل، احنا تكلمنا دلوقتي عن خارج من السبيلين، خارج من الذكر أو خارج من فتحة الشرج.
قوله زوال العقل أو تغطية بإغماء أو نوم مستغرق، زوال العقل أو تغطية بإغماء أو نوم مستغرق. قد يسأل سائل يعني إيه زوال العقل؟ واحد الجن ذهب عقله يبقى انتقض وضوء ده، بل لا عليه تكليف أصلا. أسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا. عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. هو عاوز وجه الدلالة هنا حتة النوم، لأن النوم يزيل إيه؟ العقل. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الغائط والبول في نقضه للوضوء والنوم. قال عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل طالما انه مستيقظ ومفتح عينه وواعي اللي بيحدث حواليه يبقى هنا لا ينتقد وضوء اذا كان على وضوء، اما اذا غفل عينه ومش شايف بيهم ومخه ذهب واستغرق يبقى هنا يجب ايه ان يتوضا. قال معنى الكلام ان الرجل طالما انه مستيقظ فانه يشعر بما يخرج منه، اما اذا نام فانه لا يشعر بشيء. واما النوم الناقض الوضوء هو الذي يزول معه الشعور بالكلية على أي صفة كان، يعني النوم التقيل يعني، ولكن يعني فيها نظر عند أهل الفقه وأهل العلم على حسب القعدة، يعني ممكن يكون قاعدة على يعني دبرة وغفل وشخر، القعدة دي في حد ذاتها بتمنع خروج الريح، ده اسمها الجلسة المتمكنة، لكن لو مدخي يبقى فتح لها الهواء يبقى سهل جدا ان الريح يخرج، لو غفل ما يحسش بيه، لكن لو قاعد جلسه متمكن على المقعده حتى لو نام، لان الصحابه كانت احيانا تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء، وكان دائما يتاخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه العشاء، وكان يقول لولا، حتى يعني لما نادى عمر قال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني تأخير العشاء سنة، خلي بالك تأخير العشاء سنة، فكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، هم قاعدين بس قاعدين جلسة إيه المتمكن، فتخفق رؤوسهم حتى كان يسمع لهم أحيانا شخير، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة إيه الوضوء، لأن الجلسة جلسة متمكن. أما لو نايم على متكئ أو نايم على جنبه أو نايم على ظهره أخذ بالك دي سهل جدا، هو لو نام يخرج منه شيء بدون ما إيه ما يشعر. وأما النوم الناقض الوضوء هو الذي يزول معه الشعور بالكلية على أي صفة كان، أما زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر فإنه ينتقض وضوءه بالإجماع، أجمع أهل العلم على ذلك، وهذا من باب قياس الأولى، فإذا كان النوم ينقض الوضوء فالباقي من باب أولى. إذا كان النوم قلنا ينقض الوضوء يبقى السكر والإغماء والجنون من باب أولى، ما يحسش بهم صاحبه. وقد سبق كلام ابن المنذر حيث قال وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. قال ابن قدامة فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، المغمى عليه عقله ذهب ما بيدريش بحاجة، يبقى لما يفوق ما يقولش الله الله ده أنا ما قبل ما يغمى عليا كنت متوضي أصلي بها العصر، لا نقول له روح اتوضى لأنك لا تدري ماذا حدث لك وأنت في فترة إغمائك. قوله مس الفرج بباطن الكف، ودي طبعا يعني مسألة فيها خلاف بين العلماء، حديث بسرى معروف بنت صفوان وحديث أبي هريرة، سنرى يعني التناقض بين الحديثين ونشوف ماذا قال العلماء. عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. الحديث طبعا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه صححه الشيخ الألباني في الإرواء.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. حديث أيضا يتفق مع حديث بصرة. عن أم حبيبة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال شيخنا يعني أقصد الشيخ وحيد ولا يعارض هذا بحديث طلق، أقصد به اللي هو المتعارض مع هذا الحديث حديث طلق ابن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأني مسست ذكري هل أتوضأ، فقال إنما هو بضعة منك وحتة منك تتوضأ ليه. ده الحديث بقى اللي عارض إيه الأحاديث دي. فالحديث وإن كان صحيحا لكنه منسوخ بحديث بسرة لأنه سمع هذا الحديث في السنة الأولى من الهجرة، وبسرة أسلمت في السنة الثالثة، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة، وتفاصيل مسألة في السبائك يعني كتاب السبائك في الفقه بتوسع شوية. يبقى إذن لماذا لم يعمل بحديث طلق ابن علي؟ وحديث صحيح. لا لو 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 تحقق النسخ وتحقق التاريخ فيعمل بالنسخ لا يعمل بالجمع، يعمل بالجمع إذا لم يعلم التاريخ الحديثين. فإحنا عندنا قلنا حديث كان في السنة الأولى لو حديث إيه طلق، حديث بصرة بعده بسنة أو سنتين، وحديث أبو هريرة بعده بحوالي 5 سنين لأنه في أسلم في السنة السابعة أو السادسة، يبقى يعمل بالحديث المتأخر ولا يعمل بالحديث المتقدم. لا لا لا، الجمع يقدم على مسألة في الترجيح، نرجح أحد الدليلين إن كان بينهما تعارض، لو ثبت النسخ يبقى لا يعمل بأحد الدليلين، بالدليل المنسوخ لا يعمل به. أما الجمع بين دليلين متعارضين إذا لم يعلم التاريخ، فلم نعلم أيها الناسخ والمنسوخ فنحاول نجمع بين الدليلين في حاجات إن شاء الله تيجي هنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا مس الذكر هنا بدون حائل، ومس أو مسه ليس سهوا، يعني افرض هو بيتنشف كده خبطت إيده في ذكره ليس عليه شيء، إنما أمسك بذكره أفضى. شوف حديث أبو هريرة أفضى بيده إلى ذكره بدون ساتر، واضح. قوله أكل لحم الإبل من ضمن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، يبقى أول نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، الثاني زوال العقل، الثالث مس الذكر بكف اليد بدون حائل، الرابع أكل لحم الإبل. قال عن جابر ابن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم، يعني لو أنا متوضئ وأكلت أكلة فيها لحم ضاني بعد ما أكل أتوضأ؟ قال لا، بل قال إن شئت توضأت وإن شئت لا تتوضأ. قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. يبقى واحد توضأ وأكل، حطوا له الجماعة المستضيفينه لحمة، قال لهم دي لحمة إيه؟ قال لهم لحمة إبل. بعد ما أكل قال هنا العلماء يتوضأ من لحوم الإبل. في بعض أمور يا إخواننا عاوزين نبينها يعني مهمة جدا، في أمور تعبدية لا يسأل فيها عن العلة، انتبه، في حاجة اسمها حكم تعبدي. حكم التعبدي هو كده ورد عن الشارع، ما نسألش طب ليه العلة؟ إيه اللي في لحم الإبل نقض وضوئي وإيه اللي في لحم الغنم ما نقضش وضوئي؟ ده نقول له اسمه حكم تعبدي، والحكم التعبدي غير إيه؟ معلل، لا يعلل. نقول مثلا في شيء في التحريم باين، يعني ما العلة في تحريم الخمر؟ السكر. العلة أنه بيذهب بالعقل، خد بالك. في أشياء تانية محرمة ولكن لا علة في تحريمها، زي مثلا أضرب لك مثال، العلة في تحريم لبس الحرير على الرجال أمر تعبدي، هيقول لك بعض النساء يعني بيتشبه بالنساء أو مش عارف، طب الذهب للرجال
برضو نفس العملية يقول لك متشبه بالنساء، ما فيهوش تشبه بالنساء، إنما هو حكم حكم تعبدي. نيجي مثلا في الطواف، لماذا الطواف يقاس على الصلاة أو الطواف صلاة والسعي بين الصفا والمروة؟ لو نقض وضوءك في السعي بين الصفا والمروة كمل الأشواط، لكن لو نقض وضوءك وانت بتطوف في البيت ها تخرج تقول الله مش دي مكان وده مكان، دي ما لا فيها صلاة. لو الشارع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، الطواف والبيت صلاة، يبقى في أحكام اسمها أحكام إيه؟ احفظها دي تعبدية، لا يسأل عن الحكمة منها أو العلة فيها، تأخذها كده سمعنا وأطعنا. واضح؟ سمعنا وأطعنا. وإن كان بعض العلماء يعني ذكروا علة في مسألة لحوم الإبل، قال لك يعني دائما مبارك الإبل بتهواها الشياطين أو بيكون فيها شياطين، ومبارك الغنم ليس فيها ذلك. بعض العلماء يعني حاولوا بيقربوا المسألة للجماعة المستشرقين والجماعة يعني غير المسلمين عشان يبين يقولوا ليه، لأن الجماعة بيمسكونا الجماعة المستشرقين يقول لك الله امسك، طب ايه الفرق بين اللحمة ولحمة؟ تأكل اللحمة دي تتوضى ولا تأكل اللحمة تتوضاش؟ فبعض العلماء بيوجدوا ايه حاجة تقريبية، لكن هي نقول له ده أمر تعبدي في ديننا، أخد بالك أمر تعبدي، نقول له تعال انت بتصوم 50 يوم عن الحاجات اللي ما فيهاش الروح، العلة والحكمة؟ يقول لك والله السيد المسيح قال كده، يقول له خلاص ده أمر تعبدي مثلا يعني. قال الإمام النووي وذهب إلى انتقاض الوضوء به يعني بأكل لحم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب وقال قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق ابن راهوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. ده كلام مين؟ كلام الإمام النووي في شرح مسلم. شوف الإنصاف وأدب أهل العلم، مع أن الإمام النووي يخالف المذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولكن يقول في الترجيح وهذا المذهب هو الأقوى وهو الأرجح. ده الإنصاف، ده الخضوع للحق. والإمام النووي له ثقل في الفقه زي ما كما قلت لكم سابقا. قوله التقاء الختانين من نواقض الوضوء، وجملة ذلك أن التقاء الختانين يوجب الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغسل. عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وما يوجب الغسل؟ يوجب إيه؟ الوضوء، لأن الغسل أكبر. ويمكن القول بأن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء من باب أولى، لسه كنت بقولها لكم الآن. قوله بعدين حتة إذا التقى الختانان، ده دليل على أن في ختان لمين؟ للإناث. ها؟ مش جريمة، وعلى حسب اللوائح اللي طلعوها مؤخرا في مؤتمر السكان والكلام اللي طلعوه ده وفرضوه على الناس، وممنوع أي دكتور أي طبيبة تختن أي بنت. احنا قلنا تكلمنا في المسألة دي هذه بأن فيها يعني أقوال العلم أرجحوا أن مكرمة للبنت أن تختتن، ولكن يرجع في هذه المسألة للطبيبة المسلمة الأمينة، إذا وجدت أن العضو يحتاج إلى قطع جزء منه فعلت، إذا وجدت عضو صغير أصلا ولا يحتاج أن يقطع منه شيء فعلت ذلك. فهي أهل الذكر في هذه المسألة، فسألوا يعني الرد الإسلام عشان يرجع الإسلام تاني، ممكن يتوب الله سبحانه وتعالى ويرجع يقول له اغتسل قبل ما تنطق بالشهادتين مرة أخرى، لقول تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى من أشرك أو من ارتد عن دين الله حبط عمله، من ضمن العمل اللي حبط إن لو كان متوضئا. فمن ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه وحبط عمله،
وهو اختيار شيخ الإسلام والمشهور عن أحمد، وقال به الأوزاعي. قوله يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة والصلاة، يبقى كده انتهينا من نواقض الوضوء. نأتي من أحدث حدثا أصغر، يعني نقض وضوءه، إيه اللي يحرم عليه فعله؟ أول حاجة قلنا الصلاة، وقلنا الطواف بالبيت، وقلنا المسألة الثالثة التي فيها خلاف بين العلماء، مس المصحف وقراءة المصحف. نأتي للتفصيل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى ده دليل على أن من أحدث اللي يحصل له لا تقبل منه الصلاة حتى يتوضأ. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور، لأن في فرق إحنا قلنا بين الطهور والطهور. الطهور هو مسألة الطهارة نفسها، أما الطهور هو الماء الذي إيه بنتوضأ أو نتطهر به. قوله الطواف، القول الأول من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمحدث أن يطوف بالبيت الحرام إلا إذا توضأ. عن عائشة قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. يبقى الفرق بين الطواف وبين الصلاة، الصلاة كلامها محدود ومحدد، لكن الطواف ممكن تتكلم فيه بخير، تقول لواحد مثلا شايف انت فلوسه هتقع خلي بالك من فلوسك، خد بالك، بتذكر الله، بتقرأ، بتستغفر، بتقول ما شيء، تقول له يا شيخ مثلا ابعد النساء في الخارج، يعني لا تتكلم إلا بخير. لكن يجوز لك الكلام في ايه؟ في الطواف، ولا يجوز لك الكلام في الصلاة إلا بما يصلح الصلاة. يعني سهى الإمام يجوز أن تقول له ايه سبحان الله بما يصلح الصلاة، لكن واحد عطس جنبك تقول له ارحمكم الله ما ينفعش. ما ابن الصحابي لما حدث له ذلك فعطس وقال الحمد لله، فواحد قال له ارحمكم الله قال يهديكم الله صح بلكم، الناس بصوله وقعدوا يخبطوا على، قال ما لكم ثكلتكم امهاتكم، وبيصلي كل ده وبيصلي، اخذ بالك. فتجد بعض النساء الكبار السن او بعض الرجال كبار السن هو بيصلي قدام التلفزيون، وواحد مثلا هيعدي او بيسأل على حاجة هو بيصلي وهي بتصلي، او واحد بيسأل على حاجة يعمل له كده شاور له كده، بطلت صلاته. يبقى اذا في حركات معينة ما هنتعرض لها ان شاء الله في الصلاة، وفي الحركات الجائزة في الصلاة، يعني يجوز فتح الباب وانت تصلي اذا كان الباب في القبلة، وإذا كان سيحدث على فتح الباب أو إغلاقه، يعني إذا كان يحدث على عدم فتح الباب يعني مضرة، أو هيحدث على عدم إغلاق الباب ممكن الولد يطلع في الدور الأول ويطلع من الباب يخرج تخبطه عربية يكون صغير مثلا، وانت في الصلاة تمشي في الصلاة وتغلق الباب لو كان نسي يعني مفتوحا. الكلام ده إن شاء الله نتعرض له لما نصل إلى الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. القول الثاني أنه لا يشترط يعني الوضوء بل يستحب فقط، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ورجحه ابن عثيمين رحمه الله رحمهم الله جميعا. قالوا لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وكذلك في العمرة معه، ولم ينقل عنه أنه أمر أحدا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاد وضوء كثير منهم. الراجح القول الثاني أنه لا يشترط بل يستحب فقط الوضوء للطواف، وسوف تأتي المسألة مفصلة في كتاب الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. ده ترجيح الشيخ وحيد والشيخ أيمن أنه لا يشترط الوضوء للطواف، ويقولون أنه يستحب، يعني من طاف بالبيت وهو غير متوضئ طوافه صحيح، ده الترجيح بتاعهم. لكن هناك من رجح ذلك الإمام الشافعي والإمام مالك، وحديثهم في ذلك الطواف صلاة، فما ينطبق على الصلاة ينطبق عليه على الطواف.
وهذا الذي أنا أرتاح لي يعني شخصيا، أنه لا ينبغي أن يتوضأ للطواف كما يتوضأ للصلاة. لذلك اشترط أهل العلم للطواف شروطا كشروط الصلاة كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله مس المصحف، جملة ذلك، دي بقى دي المسألة التي وقع فيها خلاف. هل يلزم لمس المصحف أن تتوضأ؟ أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف. عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث يعني متكلم فيه، ولكن صححه الألباني في الإرواء، إرواء العلي. وهذا قول سعد ابن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمر، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، وهو قول فقهاء المدينة السبعة والأئمة الأربعة، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر من علماء المالكية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. قال ابن قدامة: لا نعرف مخالفا في ذلك إلا داود، يعني الظاهري. مسألة فيها كلام آخر إن شاء الله سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء في درس الفقه، لأنه في طائفة أخرى من العلماء تجيز مس المصحف بغير وضوء، وفي طائفة تجيز مس المصحف للحائط، وسنعرف أدلتهم إن شاء الله تبارك وتعالى، وما هو الراجح في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. لابد أن نحرص على دروس الفقه، لأنه لا يجوز أن تدخل في عبادة إلا بعلم، والله تبارك وتعالى يعني أنطق نبيه بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا.